خلينا بقى نروح بعد كده لأنشطة إدارة المكتبات بالنادي الأهلي، اللي نظمت امبارح حفل ختام السنوي لفريق الباليه بالنادي الأهلي. الحفل كان في دار الأوبرا المصرية وكان بحضور عدد كبير من قيادات وأعضاء النادي الأهلي وأولياء كمان الأمور. نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. النهارده احنا موجودين مع اكاديميه الباليه في الحفل السنوي بتاعهم. ما حصلش السنه اللي فاتت عشان الكورونا، السنه دي احنا مهتمين ان احنا يبقى في حدث كبير لاكاديميه الباليه والمجهود الكبير اللي معمول من المجموعه كلها. فاحنا حابين ان احنا نبقى موجودين معاهم في اليوم ده، وبنشجعهم دايما على زياده الفعاليات اللي بالشكل ده. غطينا في الجدول الانتخابي بتاعنا والبرنامج الانتخابي بتاعنا كل عناصر النادي الاهلي، سواء المراه، الاطفال، ذوي الاحتياجات الخاصه، الشباب. فالنهارده جزء من الاهتمام بالمراه وبالطفل بشكل عام. المكتبه عندنا عامله شغل كويس جدا في مدينه نصر، ولاء عامله شغل هايل سواء الباليه او الانشطه الاخرى. فاحنا النهارده بنشجعها وبندعمها بوجودنا كمجلس اداره، وده جزء من البرنامج بتاعنا اللي بنتمنى ان احنا نبقى باذن الله على نهايه الدوره بتاعتنا نبقى ادينا الجزء الاعظم منه. نتمنى ان احنا نكون ادينا على مدار الاربع سنين اللي فاتوا بشكل مرضي. ان شاء الله عملنا، يعني عندنا افتتاحات الفتره الجايه كبيره. الاسبوع اللي فاكر عندنا مشكله فرع مدينه نصر الجراج، قدرنا نحلها بالافتتاح اللي احنا عملناه، وان شاء الله يبقى في الفتره الجايه كمان افتتاحات، ونتمنى ان احنا دايما نبقى عند حسن ظنه. لولا ان الحدث مهم واللاعبين على مستوى عالي جدا، ما كانش اتعمل في مكان كبير زي الاوبرا المصريه، ويعني الاوبرا كلها تبقى محجوزه لفريق، دليل على ان المستوى عالي. التقييم اللي جت لجنه وزاره الثقافه يعني قيمت الاولاد مستوى عالي، المدربين والمعلمين ناس على اعلى مستوى، وده اللي النادي الاهلي دايما عود اعضائه عليه، الدعم، وان كل حاجه لازم تعمل على اعلى مستوى واكمل وجه. فاحنا بنهنيهم على هذا المستوى العالي، واحنا معاهم وراهم مجلس اداره وكل اعضاء النادي، بحيث ان احنا نبقى دايما في المقدمه في كل حاجه ان شاء الله. طول عمر النادي الاهلي رائد في كل حاجه. فاحنا النهارده عندنا 19 لعبه بندعمهم، و 19 لعبه واخدين يعني اكبر بطولات واكبر عدد بطولات. عندنا دولاب بطولات مش كره القدم بس، بندعم منتخبات مصر في كل الالعاب. عندنا نشاط اجتماعي اللي هو يعني قليلا ما تلاقيه في كل الانديه، بندعم كل الانشطه الاجتماعيه، رحلات حج وعمره، رحلات سياحيه داخل مصر وخارج مصر. بندعم كل نشاط اجتماعي فيه توعيه للاسر سواء كبير او صغير بجميع الاعمار. النهارده الباليه المائي ده برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي هي بعيده عن كره القدم وعن رياضه 19 لعبه، وده مثل من اللي احنا بنقول عليه. فطبعا ده احنا فخورين ان احنا كنادي اهلي عندنا كل هذا الدعم وعندنا كل هذا التوسع في كل مجالات الرياضه والاجتماعيات. اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ماشيين على قواعد وتقاليد تربينا عليها كلنا من النادي الاهلي، من ساعه ما اتولدنا جوه النادي اتربينا عليها، واي مجلس بيجي بيتوارثها من المجلس اللي قبله. اذا كان في بعض اعضاء مجلس الاداره اول مره، كلنا بنشرف ان احنا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، فاذا كان في حد لسه اول دوره ليه فهو تطبع بهذه التقاليد وانصهر معانا، وكان في كلنا الحمد لله ايد واحده، وكلنا يهمنا النادي قبل اي حاجه، ويا رب دايما كده اي مجلس اداره يجي يبقى فيه هذه الروح.